أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. في عدد هذا اليوم معنا ثلاثة ملفات، والبداية ستكون مع مجموعة مقاطع التقطها نشطاء عراقيون تثبت استمرار تظاهرات شباب البصرة وسط اتهامات للحكومة الحالية بإهمال حقوقهم في ظل ظروف صعبة يعيشها العراقيون. بعد ذلك نشاهد وإياكم مقاطع غيرها لخريجين ومحتاجين لم يجدوا من يؤازرهم أو يقف إلى جوارهم في ظل تقاعس المؤسسات الحكومية. أما الملف الثالث فسيكون خدميا وفيه تلف أنابيب توصيل مياه الإسالة وعدم صيانتها من قبل الجهات المسؤولة، وملفات أخرى ستكون حاضرة في فقرات غير هذه كحديث النشطاء في فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. البداية ستكون مع استمرار تظاهرات شباب البصرة أمام مبنى مجلس المحافظة معبرين عن إصرارهم بتظاهر حتى تحقيق مطالبهم. الآن إلى متظاهر بصري يقول إن الحكومة غير جادة في تنفيذ مطالب الشباب ولا تهتم لصوت المتظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تلاحظ مظاهراتنا سلمية، ولكن مع الأسف لا يوجد أي إقبال من قبل الحكومة لتنفيذ المطالب. طبعا معروفة هي، أكو عدة أسباب تخلي المطالب ما تتنفذ. أول شيء احترق المول، هسه آلاف مؤلفة يمي، وتقول له تعال اطلع دافع عن حقوقك يخاف يقتل ببيته. هاي وحدة. الشغلة الثانية طبعا كثافة الشارع العراقي يلعب دور. الشغلة الثانية الحكومة انبنت على محاصصة طائفية حزبية مقيتة، فلذلك ما تنفذ أي مطلب. أنا بشركم أي مطلب ما يتنفذ الحال راح يبقى على ما هو عليه. إذا ما يطلع الشارع العراقي ما تتغير أي شيء. أبشركم كل شيء ما يتغير. هسه تقول لي ليش طلعت؟ أنا طلعت ضميري ما يقبل. الآن نذهب إياكم إلى ما يقوله متظاهر آخر من البصرة، وفي حديثه يقول: لينعتون مندسين أو مخربين، إن الخراب الحقيقي هو الشباب العاطل عن العمل الذي لا يجد فرصة ليحصل من خلالها على لقمة العيش. أربع زلم احنا بالبيت، أربع زلم ومأجرين بيت قاعدين إيجار مجتمل، زين لا، وهاي عائلة زين، يعني مليونين عائلة شباب قاعدة. يعني هسه العمالة واسطات، أبو مطعم واسطات، المطعم يوصلك يعطيك 20,000 يذلك مذلة بها مو طبيعية، زين. فاللي أنت تقولون مندسين ومخربين، كافي تخمدون التظاهرات، كافي ترقصون على جروح هاي الناس، كافي مللتونا بالعباس، ويومية بيان، يومية واحد رايح لرئيس وزراء، واحد رئيس جمهورية، واحد عمار الحكيم، سويتوا. الآن نذهب إياكم إلى مقطع آخر وفيه تظاهر للشباب العاطلين عن العمل
تظاهروا أمام مبنى معهد تدريب العاطلين الذي أغلق أبوابه أمام استقبال العاطلين عن العمل بمحافظة البصرة. إلى رجل لم تشمله معونة الرعاية الاجتماعية رغم وضعه المعيشي المتردي، والسبب لأنه لا يملك مبلغاً يقدمه كرشوة للموظفين بحسب تعبيره. اسمك وين بالرعاية؟ اسمي بالرعاية الاجتماعية. ايه الرعاية الاجتماعية قالوا تانا للوجبة تجي، صار ثلاث سنين بتالي. من يعد سنة؟ من 2016 الشهر الرابع 12 يومي. ذاك اليوم اجت الوجبة الأخيرة الرابع. قالوا لي اسمك جاي مكتوب لي فوق خط الفقر. زين انا ايش عنده مكتوب لي فوق خط الفقر؟ هي عنده غرفة شيكو وغرفة بلوك وبنت لي السادة والناس الخير. عليكم السلام. وعندي أربع جهات. شنو فوق خط الفقر؟ فوق خط الفقر يعني طلع بواحد اجتماعي شافه؟ اي جاب واحد اجتماعي وشافني وشاف الغرفة اللي قاعد بيها، حتى الغرفة اللي قاعد بيها بنوها لي الوادم اليم. خاف شاف عندك سيارة آخر موديل؟ لا عندي سيارة ولا عندي شيء ولا عندي قصور ولا عندي بيوت غرفة. صار ايش يسوي؟ وهم القاع الحاط فيها غرفة حواسي. محمد الغزي طلع هو محمد الغزي اجا وبطل انتخابات وقعدوا عندنا وقالوا انتخبونا وقولكم خير وتدللوا. تدللوا. ان شاء الله ما تشوفون منه بس الخير. شو هسه الواد كلها اجت هاي طلعت اساميها وماكو انا اربع جهال حتى عندي. ليش يعني شنو مسوي؟ كان ما له حق بالدوله، موش انسان، موش مواطن. لا تبكي لا تبكي لا تبكي. ومن هذا المقطع الى مقطع اخر يعكس ذات المعاناه ان لم تكن معاناه اصعب. ام فاطمه سيده عراقيه وخريجه منذ 14 عاما تواصل اعتصامها أمام مديرية تربية ذي قار. هذا الاعتصام الفردي المستمر منذ عدة أيام وهي تطالب بتوظيفها في أي وظيفة. نتابع. ومن ملف المآسي والمعاناة التي تتعلق بالإنسان إلى معاناة المكان والانهيار الخدمي. في الملف الخدمي أعزائنا يتساءل ناشطون عن الأسباب التي أدت إلى حصول التلوث في مياه الإسالة إلى جانب تسمم المئات في الشهور القليلة الماضية. لعل المقطع القادم يحمل شيئا من التوضيح. المقطع الآتي صوره ناشط بالقرب من مجلس محافظة البصرة الذي يعد أو يقدم للناس يعني المياه. طبعا هذا الأنبوب للأسف لم يجد من يصلحه ولا يزال مكسورا حتى اللحظة. نتابع. السلام عليكم، شلونكم؟ شوف هذا الماء، شوفوا هذا البورما الماء، هذا وين طاق؟ يم المحافظة يم مجلس المحافظة. هاي بعدين نتعرف عن المحافظة ومجلس المحافظة. يا فاسدين تريدون تخبيكم ما يطلع عليكم مظاهرات ولا تطلع راح تعمرون البصرة أو نعطيكم فرصة ولكم هذا يمكم هذا يمكم يمكم ها خلا يمشي بالله خلا باعول باعول الله أكبر باعول ها هي أدنى حسب حساب مثلا خلا أعطب الماء والله حسب حساب مثلا أنتم هذا بيتكم صار ها باع الماء ماله وين واصل وين رايح شوفوا لا شوفونا وين رايح عمي كاف والله كاف هاي كافي ولكم اعتبروه هذا مشروع كوميشن دي فلوس وخابروا على دائرة الماي بس تليفون شيلوا خابروا على دائرة الماي يا فاسدين خابروا على دائرة الماي وقولوا يا غي تعالوا صلحوا هذا الأنبوب بس هاكم باعوا لي.
إلى أنبوب ماء كبير آخر، وهو أيضا مخصص لنقل مياه الإسالة الصالحة للشرب في البصرة، مكسور منذ أيام، وأصبح المكان عبارة عن بحيرة، وبدأ الماء يدخل إلى البيوت دون أن يتم إصلاحه بالرغم من حاجة المحافظة إلى الماء الصالح للشرب. نتابع. هاي طبعا النخيلة حي لها ساعتي بشوفوا شلون غاطة غرقانة، وهذا الأنبوب الناقل مال ار زيرو مكسور من مقاطعة موظفين نفط الجنوب هنا بنص المقاطعة اللي هو فصاير بحر، يعني ذاك اتجاه السريع، ذاك من ذاك السريع مطار بصرة الدولي، وهاي من ناحية الباسين خانة ومن ناحية البوابة. واجهة البصرة بالنسبة هي صايرة، ما حد ملتفت، لا مسؤول ملتفت لها ولا هاي، ووكلها كاذبة كاذبة وما أخوي أمو، بالنسبة يعني غرقانة منتهية ومنكوبة، نقدر نقول عليها منكوبة هاي. فأرجو من إذاعة الغربة ترفع هذا المنشور، وهاي البيوت شوفوا شلون قريبة منا، والله كلش قريبة، يعني خطية دخل عليهم للبيوت، فلا حول ولا قوة الناس. فنرجو من أسعد العيداني اللي يقول أنا ابن البصرة، وينك ابن البصرة؟ تعال شوف هاي المنطقة شلون منكوبة. وصلنا وإياكم إلى فقرة آراءكم. أثارت ما أشيع أنها حالات الانتحار في السجون الحكومية، أثارت موجة سخط في الشارع العراقي، وآخرها مثل ما سنرى في الصورة التي تظهر الآن، وآخرها طبعا في سجن خلية الصقور بالبصرة. عبر المواطنون عن سخطهم وقالوا إن عمليات التعذيب هي التي تودي بموت هؤلاء المعتقلين وليس الانتحار. الآن نتابع وإياكم مشاهدينا أبرز التعليقات والمنشورات التي كتبت في فيسبوك كرد فعل على هذه القضية. البداية ستكون مع هذا المنشور، وهو لحسان العبادي، يقول: هسه لو طفل تسولف له بهذا الموضوع هم يسألك السجن مؤمن بالكامل، وهناك حرس خفر أمام الزنزانة، كيف له أن يشنق نفسه، ومن أين أتى بأدوات الشنق؟ حسان يتحدث عن فكرة أن هناك احتمالا بأن يكون هؤلاء الشباب لم يموتوا انتحارا وإنما قتلوا بالتعذيب، وذلك لأن السجن عليه حراسات مشددة ويمنع دخول أو خروج بعض الأدوات التي ربما يستخدمها البعض لإيذاء أنفسهم أو للانتحار. إلى منشور آخر. في المنشور التالي عادل أبو رضا السعيدي يكتب: للأسف هنالك أساليب غير صحيحة تستخدم في التعذيب مما تسبب بحصول وفاة للموقوفين، وعليه يجب إنهاء هكذا أمور ووضع حد. عادل يرى بصريح العبارة أنه لا يوجد انتحار في السجون، وإنما يوجد قتلى يموتون من آثار التعذيب. إلى منشور آخر. هذا المنشور كتبته ريرو البصراوي، تقول: يا إما من التعذيب مات أو هم قتلوا بحجة انتحار، هذا موديل جديد للقتل، تعلموا. هذه الفتاة ترى أن الشباب الذين يقال ويشاع بأنهم انتحروا في السجون ما هم إلا ضحايا التعذيب أيضا. إلى منشور رابع نذهب وإياكم، كتبه أحمد علي، يقول: أحمد، إذا هو المتظاهر اللي جاي يطالب قوت يومه ورزق أهله ويطالب بسقف يعيش به كريم، يقتلوه ويعذبوه من الكتل، شحال جماعة المخبر السري؟ والله مجازر. هذا الشاب يرى أن هناك مخططا سيئا، للأسف مخطط إجرامي يرتكب ضد المتظاهرين الذين يتم توقيفهم، يعذبون حتى الموت. هذا ما يراه هذا الشاب في منشوره. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبه شاكر الخزعلي، يقول: شاكر، عمي انتحار ومن التعذيب قتلوه، والولد بيتهم قريب من بيتنا. شاكر هذا يؤكد أن الشاب لا يمكن له أن ينتحر، المتحدث عنه في المقطع السابق الذي شاهدناه قبل أن نقرأ عليكم التعليقات، ويقول إن بيته قريب من بيت هذا الشاب، وهو يؤكد أنه لم ينتحر وإنما قتل متأثرا بتعذيبه. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر.
اليوم العالمي للسرطان، هذا هو الهاشتاج الذي اخترناه لكم أعزائنا المشاهدين، والآن نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني اليوم العالمي للسرطان. التغريدة الأولى كانت من نصيب نهى الطائي، تقول نهى بسبب الحروب مرض السرطان في العراق أصبح أكثر من الإنفلونزا. هذه الشابة تتحدث عن الإهمال الحكومي فيما يتعلق بقطاع الطب أو بالقطاع الصحي، وكيف أن الإهمال الطبي بحق آلاف المواطنين جعل السرطان يتفشى بمختلف المحافظات كما تقول في تغريدتها. إلى تغريدة ثانية، بهذه التغريدة تالية تكتب مسألة الحروب اللي مر بها العراق وخصوصا بالاحتلال الأمريكي وما استخدمته أمريكا بحربها ضد العراق زادت حالة السرطان وخصوصا نسمع بالجنوب. تالية تتحدث عن رواسب الاحتلال الأمريكي وما تبع الغزو عام 2003 وكيف أن استخدام أسلحة محرمة دوليا بحق العزل من العراقيين كيف أدى إلى زيادة عدد المصابين بمرض السرطان بأنواعه المختلفة. إلى تغريدة ثالثة نذهب إياكم، وكتبها عثمان المختار، يقول عثمان: البصرة والفلوجة تتصدران مدن العراق بمعدل الإصابة بالسرطان، المدينتان تعرضتا لقصف بقنابل يورانيوم الأمريكية بالفترة ما بين عام 2003 و2004. وهذه تغريدة أخرى تؤكد أن الاحتلال الأمريكي عام 2003 هو الذي تسبب للأسف توسيع فجوة أو عدد المصابين بداء السرطان. إلى التغريدة الأخيرة، التغريدة الأخيرة من نصيب نورة، تقول نورة: أحد مسببات السرطان التعرض المباشر للإشعاعات، وهذا ما حدث في العراق من أثر الحروب ومخلفات الأسلحة. مشاهدينا، بهذا نكون قد انتهينا من فقرة تويتر، ونذهب الآن وإياكم إلى المقاطع المصورة. البداية ستكون مع سكان الموصل الذين يتواصل تسلط الميليشيات عليهم، نتابع. كيف اغتال الصهاينة كفاءات عراقية؟ المقطع القادم سيوضح لنا بعض المعلومات التي ربما نعرفها لأول مرة.
الآن إلى طبيبة عراقية تقدم ابتكارات العلاج الطبيعي للعديد من المرضى. من قبل كان عندي اهتمام بمجال الطب، وكنت ناوية أنه أقدم على كلية الطب، لكن من قبلت بهندسة الطب الحياتي كان عندي اهتمام بصورة خاصة بإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بشلل الأطراف السفلى. لقيت جهاز طبي موجود بالخارج بالدول الأجنبية يستخدموه ويحل كل هذه المشاكل. الجهاز حجمه صغير، يرتدي المريض تحت الملابس أثناء المشي، يستخدم مبدأ التحفيز ويرفع العضلات، وراح تصير المشي طبيعية تماما. شنو المشكلة بهذا الجهاز وليش احنا ما نعرفه؟ ليش ما موجود بالعراق او بالدول العربية؟ المشكلة الاولى انه الجهاز سعره جدا غالي اذا جينا نقارنه ويا الدخل الشهري للأسر العراقية او العربية. السبب الثاني انه الجهاز كوستمايز، يعني المريض لازم يسافر للخارج، يتم اخذ قياساته ويتم فحصه وتدريبه على الجهاز، بعدين يرجع ويقدر يستخدمه بحياته اليومية. 2017 حصلنا على براءة الاختراع، حولناه من مجرد بورد أو دائرة إلكترونية كمشروع تخرج إلى برودكت أو منتج. براءة الاختراع حصلناها بسبب أنه أولاً الفكرة ما موجودة بداخل العراق، موجودة فقط بالدول الأجنبية. ثانياً عندنا التصميم بتصميم جديد، تكلفته كلش أقل، قللناها إلى أقل من ربع السعر، فحصلنا بهذا الشيء براءة اختراع أنه تقليل الكلفة وفكرة جديدة ما موجودة بالعراق. الجهاز هو صغير الحجم، وزنه خفيف، يشتغل على الباتري، يلبس المريض تحت الملابس ويمارس حياته اليومية بصورة طبيعية. أحدث نسخة كانت هي عن طريق الفون أبليكيشن، تطبيق بالتليفون، يقدر المريض يتحكم بالإشارة وبقوتها وبكل البارامترز مالتها. أحلم أنه الشخص ما ينهمل أنه بعد ما يكون عنده الإصابة، فإذا قدرنا نساعدهم كلهم وكلهم يرجعون أصحاء وكلهم طبعاً شباب وأطفال، أنا هذا يكون حلمي تحقق. رسالتي للمرأة العراقية أحب أقولها، أنت مطلوب منك أكثر وأنت دورك أكثر، أولادك راح يشوفون أنت شنو حققتي، أنت شنو أنجزتي، وراح يصيرون مثلك، فاشتغلي على نفسك، طوري مهاراتك، وأنت لازم تسوين هذا الشيء، مطلوب منك وواجبك تجاه أولادك وتجاه مجتمعك. رسالة إيجابية. الختام مع مرضى سرطان يحاربون المرض بلعب كرة القدم. الرياضة تحسن الوضع الصحي، طلعنا من جو البيت لجو رياضي، جو ممتع. احنا كنا مبسوطين كتير لانه كان اشي باشراف طبي، فما بنخافش عليه انه يعني يتعب او كذا، لما كان يلعب في مناطق تانية كان يكون تعبان كتير. لا تزال غزة قادرة على صناعة الحياة رغم ما يحيط بها من موت وحصار. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. دمتم بود وإلى اللقاء.